تمام سيادتك يا فندم، احنا دلوقتي في قطاع من قطاعات الضبعة، افتتاح موسم الحصاد. احنا قدام بيفوت سيادتك، من البيفوتات البنجر، مساحة البيفوت 75 فدان. تاريخ زراعة البيفوت ده سيادتك 9/11، هو واجب الحصاد دلوقتي. العمر عند الحصاد حاليا سيادتك 180 يوم. متوسط الانتاجية ان شاء الله المتوقعة يا فندم حوالي ان شاء الله 50 طن. الصنف ده صنف جوستاف. النسبة سيادتك بتاعت بنت السكر بتتراوح من 19 ل 20 في التوقيت ده، الحمد لله يا فندم. وحاليا المعدات اللي بتحصد يا فندم هي معدات حصاد الهارفسترات اللي موجودة، هي اللي بتحصد البنجر. معدل الحصاد اليومي للمعدة الواحدة سيادتك بتعمل 25 فدان في اليوم، وده معدل كويس. الجهاز بيمتلك برضو إدارة ميكنة قوية سيادتك خاصة بيه، وأيضا بالمشاركة مع القطاع الخاص. يمين البيفوت ده سيادتك برضو أيضا بيفوت بنجر تاني موجودة يا فندم، وتاريخ الزراعة 17/11، مدة الزراعة بتاعته 210 يوم. أنا أقدر سيادتك كل ما أنا أقدر أسيب البنجر في الأرض ممكن زيادة الإنتاجية بتاعته بتزيد، بس ممكن ده يكون على حساب بنت السكر وعلى حساب تحول النشا سيادتك اللي خاصة بعمليات الهدم اللي بتتم على حساب السكر. أيضا يا فندم البيفوت اللي موجود، إحنا عندنا نص البيفوت، إحنا نقدر نزرع نص البيفوت بنجر والنص التاني سيادتك قمح. وبرضه سيادتك البيفوتات اللي هي جنوب الطريق، احنا عندنا 3 بيفوتات بطاطس، منهم سيادتك بيفوت مزروع سيادتك هيرمز، مدة الزراعة 130 يوم. الغرض منه فندم ده تصنيع بيخش بيتورد لصالح مصانع الشيبس فندم. وزي ما سيادتك فندم يعني حاليا دي معدات الحصاد فندم، هي موجودة سيادتك قدامنا، وهي اللي بتقوم دلوقتي. دي معدة روبا من المعدات اللي موجودة، واحنا سيادتك عندنا اكتر من نوع من الهارفسترات الخاصة بالحصاد. هي بتحصد البنجر وبتدخله سيادتك، بعد كده بتخرجه بره، بيجي الماوس اللي بينظف ويبتدي سيادتك يحط سيادتك في العربيات اللي هي النقل، اللي بعد كده بتتحرك على المصانع الخاصة بالبنجر السكر اللي احنا متعاقدين معاها. احنا هنا فندم بنعمل نوعين سيادتك من شكل التعاقد. احنا سيادتك ممكن ان احنا نتعاقد مع الشركة ان احنا ناخد الملس والعلف وناخد السكر، او ان احنا نديهم بنجر وناخد فلوس. الملس والعلف يا فندم اللي هو التفل البنجر ده تقريبا بيتصدر بره، وهيكل الصادرات المصرية بتصدر من 600 ل 700 مليون دولار، وده رقم كبير ومن اكبر الحصيلات الزراعية، او نقدر نقول الصناعة سيادتك اللي بتطلع من اللي هي اللي بتطلع من التصنيع الزراعي. احنا هنا النهارده سيادتك بساعات بناخد ده وبنصدره بره، والملاس سيادتك بيتباع سيادتك للسوق المحلي، والملاس بتاع البنجر ما بيطلعش منه عسل اسود بخلاف ملاس يا فندم قصب السكر بيطلع منه العسل الاسود. لكن كل المشتقات اللي بتطلع من الملاس في القصب والبنجر واحد، في بخصوص الصناعات الكحوليه عدا سيادتك فكره ان احنا العسل الاسود بيطلع من القصب بس. زي ما سيادتك شايف فندم برضو ادي شكل المعدات اهو، الحصاد بتاعها وشكل الموسات. احنا هنا سيادتك دول يعني تقريبا 5 معدات حصاد، دول يخلصوا يعني طبعا البيفوت ده سيادتك في اقل من 12 ساعه، لمعدات كبيره جدا. والحصاد سيادتك هنا حصاد بيتم آلي، ما بيتمش سيادتك حصاد نصف آلي او حصاد يدوي. بعد كده سيادتك بيطلع بره، بيبقى فيه ماوس. الماوس ده بينظف البنجر عشان ما يروحش البنجر في شوائب للمصنع. يقوم الماوس ده سيادتك يحمل في العربيات اللي موجوده قدام سيادتك دي يا فندم بالظبط، ويقوم سيادتك هو هناك هو فندم الماوس ده، الماوس اللي موجود اللي بيحمل العربيه. هي دورها انها تحصد آلي، دورها سيادتك ان هي تحصد آلي، وبعدين تروح تحط البنجر بره. تيجي الماوسات دي سيادتك تاخد البنجر ده بتعمل له عمليه نظافه، وسيادتك تحمله سيادتك في الزونه الخاصه بالجرارات النقل اللي موجوده، جرارات النقل التقيل. طبعا سيادتك احنا متعاقدين مع جميع الميكنه، للاسف النقل اللي موجود سيادتك، احنا بنطلع حوالي من 300 ل 500 جرار كل يوم، وكل ما التوقيت بيخش فندم معدلات الجرارات دي بتزيد. ممكن يخش الجهاز، مش اسف مشروعات الجهاز في يوم حصاد، في توقيت حصاد البنجر مش اقل من 800 جرار، من 700 ل 800 جرار حصاد بس خاص بالبنجر والقمح لغايه نهايه موسم الحصاد. اللي ممكن في البنجر واحنا خلاص سيادتك جربناه ان ممكن يمتد لغايه سيادتك 1/8 و5/8. والمعدلات الحمد لله سيادتك بتبقى معدلات السكر ما بتنزلش عن 16، ودي معدلات كويسه، لان احنا كل ما درجات الحراره سيادتك بالليل بتزيد بيحصل هدم في السكر سيادتك، فممكن بنت السكر بيقل. لكن الحمد لله احنا بدأنا سيادتك نعمل بحوث على الأصناف الخاصة بالبذور، والحمد لله فندم قدرنا نتغلب على ده السنين اللي فاتت، وده برضو بيدي دفعة قوية لكل مصانع بنجر السكر اللي موجودة، سواء هي في قطاع الأعمال أو في القطاع الخاص.